تحت الضغط. محمود والي ومحمود أحمد، محمود أحمد ومحمود والي. محمود والي أنت اللي هتبتدي الأول، صح؟ محمود أحمد اتفضل عند سليم، هتسمع أغنية وترجع لنا تاني. تعالى مكان يا محمود. محمود كم سؤال؟ 10 أسئلة. في كم ثانية؟ 45. عايز الإجابات بصوت واضح عشان أعرف أقول لك صح ولا غلط. اتفقنا؟ تمام. نطمن على محمود. تمام؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. في أي قارة يقع نهر اللؤلؤ؟ آسيا. صح. عن أي دولة أوروبية استقلت سريلانكا عام 1948؟ بريطانيا. صح. فنانة قامت بدور قمر في فيلم كف القمر. كاتبة إنجليزية صاحبة رواية كروكت هاوس. أجاثا كريستي. صح. ما هو عدد الذري العنصر المغنيسيوم؟ 25. غلط. ما هي اللغة الرسمية في دولة موزمبيق؟ برتغالية. صح. خضر التوني هو بطل مصري في الرياضة العالمية، فما هي؟ المصارعة. غلط. حاكم مصري وقعت في عهده حادثة دنشواي، فمن هو؟ محمد علي. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة فيتنام؟ جمهوري. صح. من هي المطربة العربية صاحبة أغنية آخر أيام الصيفية؟ بس ده آخر سؤال. آخر أيام الصيفية يا راجل، غريبة جدا. تعال مكاني. كم إجابة صح؟ مش عارف. خمس إجابات صحيحة بخمسة وعشرين نقطة. سليم عايزين محمود ينضم لينا. كان في أسئلة مش عارف ممكن تجاوب، في رأيي الشخصي كانت ممكن تجاوب. ألف سلامة على ودنك. اتفضل. اتعذبت صح؟ لا الأول كان صوت، صوت عالي جامد. هو لازم، هي دي الفكرة إن أنت ما بتسمعش. أنا حاسس لو في يعني حتة كده ويقوم معلي صوته جامد. عايز تعرف محمود والي عمل إيه ولا لأ؟ عادي مش فارقة معاك؟ جاوب على خمس إجابات صحيحة بخمسة وعشرين نقطة. عايز إجاباتك بصوت واضح عشان أعرف أقول لك صح ولا غلط. تمام حاضر. اتفقنا؟ نعم. بص قدامك، عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا. تحت الضغط كاونتر. في أي قارة يقع نهر اللؤلؤ؟ أوروبا. غلط. عن أي دولة أوروبية استقلت سريلانكا عام 1948؟ فرنسا. غلط. فنانة قامت بدور قمر في فيلم كف القمر، فمن هي؟ فان. صح. كاتبة إنجليزية صاحبة رواية كروكت هاوس. فيرجينيا وولف. غلط. ما هو العدد الذري العنصر المغنيسيوم؟ 12. صح. ما هي اللغة الرسمية في دولة موزمبيق؟ برتغالي. صح. خضر التوني هو بطل مصري في الرياضة عالمية، فما هي؟ رفع أثقال. صح. حاكم مصري وقعت في عهده حادثة دنشواي، فمن هو؟ قي توفيق. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة فيتنام؟ ملكي. غلط. من هي المطربة؟ تفضل مكاني. محمود كم إجابة صح؟ أربعة. أربع إجابات صحيحة بعشرين نقطة، ولكن محمود أحمد هتدي لمحمود والي عشر نقط هدية. كلنا نحيي محمود أحمد ومحمود والي، اتفضل. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش الأول. هما سؤالين بس الحقيقة. حاكم مصري وقعت في عهده حادثة دنشواي، عباس حلمي التاني؟ فمن هو؟ طبعا عباس حلمي التاني. سؤال الأخير، من هي المطربة العربية صاحبة أغنية آخر أيام الصيفية؟ فيروز. فيروز طبعا. فيروز. ده سؤال كان سهل بصراحة يعني. كنتوا كام يا محمود والي؟ 35. 35 وكم إجابة صح؟ 5. 25 نقطة و10 نقطة دي بقيتوا؟ 70. 70 جامعة كفر الشيخ. جامعة الأزهر محمود أحمد كنتوا كام؟ 80. 80 وأربع إجابات صحيحة ب20 نقطة بقيتوا؟ 100. النتيجة في نهاية الفقرة 100 جامعة الأزهر، 70 جامعة كفر الشيخ. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء.